مرحبا مواليد برج العقرب، معكم كارمن شماس. هيدا أسبوع بدي أحكي عنه، أسبوع مهم جدا. عم بحكي عن الأسبوع من الاثنين 16 ديسمبر للأحد 22 ديسمبر. ليش أسبوع مهم؟ لأنكم تشتغلوا من بداية هالأسبوع، عم تشتغلوا لتوصلوا إلى ختامة يوم الأحد والقمر ببرجكم، لحتى الأمور تحسوها نوعا ما صارت أفضل. فما غريب أنه خلال هذا الأسبوع تتذمروا من حالة ركود لما القمر بيكون ببرج الميزان، وهنالك نوع من عجقة شوي في مطلع الأسبوع، وهي عجقة إيجابية، عجقة حلوة لما القمر بيكون ببرج العذراء، ضروري تستفيدوا منها. إذا بدكم تنتبهوا، بدكم تتابعوا حركة القمر، يا ريت بتسمعوا الأبراج الشهرية لحتى تاخذوا فكرة أكثر وأقوى، والأبراج اليومية كل يوم بيوم لترجعوا تتذكروا كيف بده يكون الجو عندكم. دائما أنا بعطيكم الأحوال الفلكية مثل هي الأحوال الجوية، بعطيكم نوعية الوقت وأنتم عليكم تدبروا أمركم وتختاروا الطريقة الأفضل للتحرك. الاثنين في مثلث فلكي ناري بين القمر والشمس، القمر موجود ببرج الأسد يوم الاثنين 16 ديسمبر. هي فترة يمكن تكون بالنسبة لكم مهمة جدا، ما بتشكي من شيء، بالعكس يمكن تفعل عندكم نشاط معين، موعد معين، او فرصة مهمة انتو بدكم اياها. القمر لما بيكون ببرج الاسد هو بالاعلى نقطة عندكم دائرة الفلكية، يعني عم بيساعدكم توصلوا الى النقطة الاعلى. وجود الشمس ببرج القوس عم يدفعكم لحتى نوعا ما تشتغلوا اكثر على حالكم وتحاولوا انكم توصلوا وتحققوا ربح. فيمكن يوم الاثنين يكون بمثابه امتحان لكم، ويمكن يكون بمثابه فرصه مهمه جدا لحتى توصلوا. فضروري تكونوا حاضرين 200%. التقصير ممنوع، الاستخفاف بالواجبات ممنوع، بدكم تكونوا على الوقت، وقبل بوقت بيكون احسن. الأربعاء الثلاثاء الأربعاء والخميس حتى الساعة 10 صباحا التوقيت العالمي، يعني 12 الظهر توقيت بيروت، هي فترة بناءة، هي فترة صديقة لكم، تتودد لكم، بتساعدكم، بتيسر لكم الكثير من الأمور، ويمكن حتى تشيل عقبات من دربكم، وبالمقابل يمكن حتى تطلب منكم أنكم تساهموا بمساعدة طرف معين، جهة معينة، شخص معين. هذه الفترة هي فترة مثل ما قلت صديقة لألكم، ورح بتذل العقبات ورح تعطيكم بعض الدعم. بعض الدعم يمكن يكون المعنوي ويمكن يكون المالي. لكن بس لما القمر ينتقل لبرج الميزان الخميس الساعة 10 صباحا توقيت العالمي، بتدخلوا بمرحلة ركود ومرحلة تأخير، وبتستمر هالفترة حتى السبت الساعة 1 الظهر توقيت العالمي. هاي الفترة اللي كنت عم بحكي عنها انه هي الفترة الاضعف بالنسبة لكم بهيدا الاسبوع، وهي الفترة يلي بتخذلكم، وهي الفترة اللي معقولة تخربط حساباتكم، فكونوا حذرين. منشان هيك بما انكم عم تسمعوا الابراج الاسبوعية صرتوا مدركين ايها الفترات الافضل وايها الاقل حظا، وبالتالي بتقدروا تختاروا الوقت الانسب لكم. الخميس بعد الظهر، السبت، الخميس، الجمعة والسبت صباحا هي فترة ضعيفة، فيها تأخير، فيها خربطة، وفيها مواعيد تتأخر، تلتغى، وأخبار منها الأدي على ذوقكم، فكونوا حذرين. يوصل الأمر لبرجكم يوم السبت الساعة 1 الظهر بتوقيت العالمي، 3 بعد الظهر توقيت بيروت. تتغير الظروف، تنقلب الظروف لصالحكم، بسمتكم، ضحكتكم بتصير كبيرة، أجواء جيدة جدا، مع وجود القمر ببرجكم، الحظ يقوى 200%، وبتقلب الأمور 180 درجة، هنالك تفاعل حلو، هنالك تقدم، وهنالك محبة، محبة من الحظوظ اتجاهكم. هي الفترة الأقوى من السبت 1 الظهر توقيت العالمي وكل يوم الأحد. لانه كمان الاحد القمر ببرجكم، ومش بس هيك، الشمس رح بتكون ببرج الجدي، ورح بيكون في دعم اكبر واكبر واهم بالنسبه لكم. هيدي فتره مهمه جدا، مهمه جدا 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 لمواليد برج العقرب، من اول اسبوع لاخره الفتره الاقوى، الاخف ضغطا والاقل تعبا والاكثر نجاحا، هي تمتد من السبت الساعه 1 الظهر توقيت العالمي
يعني 3 الظهر توقيت بيروت حتى كل يوم الأحد، وبتستمر جزء من يوم الاثنين. اختاروا انتو، شوفوا شو بكون تعملوا، صار معكم خبر وما تقولوا ما قلت لكم. كوكب المريخ بعده ببرجكم، وكل هيدا الأسبوع بيحذركم من المشاكل والحوادث إذا كنتوا من مواليد 10 ل 15 نوفمبر تشرين الثاني، وفي عنا معاكسة من كوكب أورانيوس إذا كنتوا من مواليد 26 ل 28 أكتوبر. هالمواليد اللي ذكرتها من نوفمبر ومن أكتوبر بدها تكون أكثر حرصا على سلامتها لما القمر بيكون ببرج الميزان. بتمنى لما بيكون عفوا ايه القمر بيكون ببرج الميزان. فبتمنى للجميع اسبوع كتير حلو، اسبوع موفق، والى اللقاء. بودعكم، باي باي.